السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا في الفيديو هذا حندلكم الفرض الأول ديال الفصل الثاني في مادة التربية العلمية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني، وراح يكون عبارة عن صور كما قلت لكم في الفيديو اللي فات باش نقدر ندلكم كامل المواد. لازم عليا مواد الحفظ نصورهم لكم. الكتاب اللي استعملته هو الكتاب ديال سلسلة التحدي، هذا ديال جميع المواد. بالنسبة للثمن تاعو هو 38,000. فوالا، فكامل المواد ديال تلت فصول، يعني الفصل الأول والثاني والثالث، وبيان سور بالحلول. إذا مع السلامة وبالتوفيق إن شاء الله. سلام.